أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. معكم أستاذة هناء زياني، أستاذة مادة الرياضيات بالثانوية الإعدادية عرفة بن نافع الحسينة. اليوم سوف نرى حصة دائمة في مادة الرياضيات، وفي بالضبط في درس الإحصاء. إذا ننتقل إلى التمرين. إذا نحاول نقرأ جماعة، إذا قمنا بجرب لعدد الأطفال في أسرة أحد الأحياء، فحصلنا على النتائج الثانية. إذا كما تلاحظون حصلنا على عدد أطفال كل أسرة. إذا كما تلاحظون هناك أسرة يعني سبب لم تنجي أي طفل، وهناك أسرة أنجبت ثلاث أطفال، وهناك كذلك أسرة أنجبت طفل واحد، وكذلك أسرة أنجبت أربعة أطفال. إذا السؤال الأول يقول: أنشئ جدولاً لهذه المتسلسلة الإحصائية محدداً فيه توزيعاً للحصيصات والحصيصات المتراكمة، الترددات والترددات المتراكمة، ثم أخيراً النسبة المئوية. إذا غادي نحاولوا ندوروا هذا الكشف الذي تلاحظونه أمامكم في جدول يلخص كل هذه المتسلسلة الإحصائية. إذا غادي نحاولوا نقطعوا الجدول. إذا كما تلاحظون، إذا دائما في الحالة الأولى تمثل ب، إذا المطلوب منا هنا في هذا الكشف هو جرد عدد، إذا المطلوب هو جرد عدد الأطفال في كل أسرة، إذا عدد الأطفال في كل إذا الحصيص المتراكم، لاحظ معي
مع العدد المثالي للميزة. إذا 21 ثم بنفس الطريقة نقوم بالجمع، إذا 36 إذا ثم زائد 24 إذا تعطي 60. كملاحظة أعزائي التلاميذ أن في الحصيص المتراكم القيمة أو النتيجة النهائية هو العدد الذي يمثل الحصيص الإجمالي، إذا العدد 60 هو الذي يمثلنا الحصيص الإجمالي. إذا ننتقل للفقرة التردد، إذا نقوم بحساب التردد، إذا ما هي خاصية التردد؟ إذا لحساب التردد فالقاعدة تقول هي قيمة كل حصيص أو قيمة حصيص كل ميزة على الحصيص الإجمالي، يعني بمعنى الحصيص لدينا هنا 9، إذا نقسمها على الحصيص الإجمالي هو 60 ونجد إذا 0.9 قسمة 60 نجد 0.15. إذا كذلك أضيفي الميزة 1، إذا 12 تقسيم 60 نجد 0.20. إذا الميزة الثالثة، إذا الحصيص لدينا هنا 15 تقسيم الحصيص الإجمالي هو 60 فنجد 0.25. ثم الميزة الأخيرة اللي هي 4، إذا لدينا حصيصها هو 24، إذا 24 تقسيم الحصيص الإجمالي هو 60 فنجد 0.4. إذا ننتقل الآن إلى الترددات المتراكمة، إذا التردد والطريقة الثانية هو استعمال التردد بحكم أننا
إذن هنشوفوا المعدل الحسابي. إذن نقول لكل إم هو المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية. إذن المعدل الحسابي كما قلنا أعزائي هو خارج مجموع جلالات قيم الميزة وحصيصاتها على الحصيص الإجمالي. إذن إم تساوي إذن نرى إذن قيمة الميزة الأولى هي صفر في حصيصها هو 9 زائد الميزة الثانية واحد في حصيصها هو 12 ثم قيمة الميزة الثالثة هي 3 في حصيصها 15 وأخيرا الميزة الأخيرة هي 4 في حصيصها 24 الكل على الحصيص الإجمالي. إذن كما لاحظتم أعزائي أن الحصيص الإجمالي هنا هو 60 إذن على 60 إذن نقوم بالعملية الحسابية 0 في 9 هي 0 زائد 12 3 في 15 تعطي 45 ثم 4 في 24 تعطي إذن 96 الكل على 90 إذا نقوم بالعملية الحسابية نحصل على 153 على 60 ومنه فإن إذا M تساوي 2.55 وبالتالي فإن المعدل الحسابي هو 2.55 الآن ننتقل إلى الطريقة الثانية وهي استخدام التردد. بما أننا قمنا بحساب التردد فسوف نرى كيفية حساب المعدل الحسابي باستعمال التردد. إذا ننتقل الآن إلى الطريقة الثانية لحساب المعدل الحسابي. إذا هو مجموع جداءات قيم الميزة في التردد. إذا بنفس الطريقة ليكون M هو المعدل الحسابي وبالتالي فإن M تساوي قيمة التردد في ميزة في وسط ثم زائد 0.20 إذا في ميزته 1 ثم زائد 0.25 إذا في ميزة 3 وأخيرا إذا 0.4 زائد 0.40
في الليل. إذا ننتقل الآن إلى الفقرة الموالية وهي حصة الدرس في درس التناسلية. إذا غادي ننتقل أعزائي التلاميذ إلى التمرين الموالي. إذا درس التناسلية الجدول التالي يمثل وضعيات التناسلية. إذا كما تلاحظون الجدول، إذا سوف نقوم بتحديد قيم الأعداد إكس وإيكغيك وزد باستعمال أولا الرابع المتناسب ثم باستعمال معامل التناسب. إذا ننتقل للسؤال الأول، إذا أولا تحديد قيم إكس وإيكغيك وزد، إذا باستعمال الرابع المتناسب. الرابع المتناسب، إذا لدينا إكس هو الرابع المتناسب للأعداد، الأعداد من؟ نلاحظ هنا أن إكس إذا للأعداد 40، 80 و 60، للأعداد 40 و 80 و 60، ماذا تعني؟ تعني أن 40 على 80 تساوي 60 على x، ونقوم بتحديد قيمة x بالعلاقة الثلاثية، يعني أن x تساوي 80 في 60 الكل على 40. إذا بعد عملية الحساب نجد أن x تساوي 120. إذا بنفس الطريقة سوف ننتقل لحساب قيمة y. إذا لدينا y هو ماذا؟ هو الرابع المتناسب في الأعداد. لاحظوا معي هنا اختلف على x، x كان تناسبا في السطر الثاني، الآن y يوجد في السطر الأول. إذا الرابع المتناسب لمن؟ 80، 40، 140، الأعداد 80 و40 و140. إذا تعني أن 80 على 40 تساوي 140 على إجريك، تعني أن إجريك تساوي 40 في 140 الكل على 80. إذا بعد عملية الحساب نجد أن y تساوي 7. إذا ننتقل الآن باش نحسب قيمة z. إذا لحساب z نستعمل نفس طريقة حساب قيم x و y. إذا أعزائي التلاميذ سوف أتركها لكم للبحث إيجاد قيمة z. إذا ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. إذا سوف نحدد قيم x و y وزد باستعمال معامل التناسب. إذا تعمل معامل التناسب. إذا معامل التناسب، معامل التناسب هو إذا A تساوي إذا 80 على 40 نجد إذا 2. إذا أعزائي التلاميذ الآن بإيجاد قيم x و y سوف نستعمل إذا معامل التناسب. إذا للانتقال إذا من السطر الأول إذا للحصول على السطر الثاني، إذا ننتقل بضرب جميع أعداد السطر الأول في العدد ماذا؟ إذا 2، ونحصل على أعداد السطر الثاني. وللانتقال من أعداد السطر الثاني إذا للحصول على أعداد السطر الأول نقوم بقسمة على 2. إذا لاحظوا معي هنا أعزائي التلاميذ إذا لوجود قيمة x إذا 60، شوفوا لاحظوا معي السهم، إذا غنحاول دائما نتبعوا السهم، لاحظوا إذا 60 هنا السهم
ضرب اثنان اذا تجد كم؟ 120. اذا 140 واحد معين ايجاد قيمة جراد، اذا 140 تقسم اثنان اذا نجد 70. وكذلك 150 اذا ضرب اثنان بعدهم ننتقل هكذا، ضرب اثنان اذا نجد، اذا 50 في اثنان نجد 100. وهنا اذا نكون قد انهينا فقرة هذا التمرين، اذا ننتقل الى الفقرة المواليه. أعزائي التلاميذ، سوف ننتقل إلى تمرين آخر في درس التناسبية. إذا منزل مساحته 80 متر مربع بحجرة مساحتها 12 متر مربع. إذا سوف نحاول تحديد النسبة المئوية التي تمثلها هذه الحجرة من المنزل. إذا ليكن هنا غادي ننتقل فقط النسبة المئوية في درس التناسبية. إذا ليكن ماذا؟ إكس يعني النسبة المئوية هي النسبة المئوية، لماذا؟ النسبة المئوية التي تمثلها مساحة الحجرة من المنزل. إذن إكس يعني النسبة المئوية تساوي ماذا؟ مساحة الحجرة على مساحة يعني المساحة الكلية في المنزل مضروبة في 100. إذا نمر بتطبيق العددي، إذا ماذا تساوي مساحة الحجرة؟ مساحة الحجرة هي 12 متر مربع. إذا 12 على مساحة المنزل هي 80، إذا ضرب 100، إذا تساوي ماذا؟ نمر بالتطبيق العددي، إذا 12 في 100 تساوي 1200، الكل على 80، إذا تساوي ماذا؟ إذا إكس بعد الحساب، عملية الحساب نجد إكس تساوي 15. ومن فإن النسبة المئوية لي التي تمثلها مساحة الحجرة إذا هي من المنزل هي ماذا؟ إذا هي 15 في 100. أعزائي التلاميذ، الآن سوف أقدم لكم تمرين للبحث المنزلي كواجب منزلي لكم أعزائي التلاميذ، ولكن قبل ذلك سوف نتطرق إلى محاولة فهم التمرين والوقوف عند بعض المصطلحات وبعض الأشياء التي يجب الانتباه إليها. إذا التمرين، تسير سيارة بسرعة متوسطة، السرعة المتوسطة لاحظوا معي بسرعة متوسطة، يمكنكم الرجوع إلى الدرس ومراجعة أمامنا السرعة المتوسطة. إذا السرعة المتوسطة 90 كيلومتر في الساعة، يعني في كل ساعة واحدة